يجب التأكيد على أن هذه القضية هي مفصل من مفاصل تاريخ القضية الفلسطينية، لأنها تقاضي إسرائيل بجريمة خطيرة جدا، حتى أنها تسمى أم الجرائم، وهي الإبادة الجماعية، وتحركت فيها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، وهي كتبت بمهنية وحرفية عالية، وتتضمن شقين. الشق الأول هو الطلب من المحكمة بأمر إسرائيل بالتوقف عن القصف والسماح بدخول المعونات الطبية والغذائية والسماح للمهجرين بالعودة إلى آخره، وهذا الطلب يسمى طلب إجراء وقتي، يعني لا يمس أساس النزاع في الدعوة، بمعنى أنه إذا صدر المحكمة لصالح جنوب إفريقيا في هذا الشق لا يعني أن جنوب إفريقيا كسبت الدعوة الموضوعية، وهي الخاصة بأصل النزاع، هل ترتكب إسرائيل جرائم إبادة أم لا. والشق الثاني من الدعوة هو الذي يتعلق بموضوع الدعوة الأساسي، والسؤال المطروح على المحكمة هو هل ترتكب إسرائيل جرائم إبادة جماعية بحق شعبنا في غزة أم لا. الشق الأول هي الجلسة التي سوف تعقد الخميس والجمعة يومين، بعدين المحكمة سوف تصدر قرار إما سلبا أو إيجابا، وعادة ما يكون القرار في فترة قريبة جدا، بسبب أن الأحداث التي تجري الآن في غزة ترتكب يوميا وفيها مخاطر كبيرة على السكان والناس. أستغرب أن المحكمة لا تجد من الأسباب ما يؤيد قرارها بأمر إسرائيل بوقف هذه المحرقة، لأنها بالفعل أنا في نظري أنها محرقة بكل معنى الكلمة. مسؤولين إسرائيليين قالوا لن تكون غزة مكانا آمنا للفلسطينيين، وهذا تصريح من تصريحاتهم العديدة، يعني التي تؤيد إنه الطلب من المحكمة سيكون طلب ذو أرضية جيدة. من غير اللائق لدولة بمستوى الولايات المتحدة أن تعلق سلفاً على إجراءات قضائية أمام محكمة العدل الدولية، هذا لا يليق. ثانياً على الولايات المتحدة أن تحترم نشاطها هي في خلق هيئة الأمم المتحدة التي خلقت المحكمة. وثالثاً لا يمكن لأي مسؤول في الولايات المتحدة أن يطعن وينال من مصداقية هذه المحكمة، حتى في القضية التي حكم فيها على الأمريكا في قضية نيكاراغوا. أي قرار يصدر عن المحكمة العدل الدولية ولا سيما في هذه الدعوة هو قرار ملزم للدول الأطراف التي تمثل في الدعوة، ولذلك إسرائيل وقعت على هذه المعاهدة، معاهدة منع الإبادة الجماعية، منذ 1949، هي كانت من أوائل الدول التي وقعت على هذه المعاهدة، ووقعت عليها في ظل الإبادة الذي تعرض لها اليهود والأقليات الأخرى في الحرب العالمية الثانية، وبالتالي سيكون من غير المقبول أخلاقيا وقانونيا ومن جهة الرأي العام إنه إسرائيل وقعت على هذه المعاهدة في البدايات والآن تتنكر له. إذا لم تلتزم مع ذلك في هناك إجراءات أخرى، يمكن اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحمل إسرائيل على احترام هذا القرار،
باعتبار أنه يصدر عن أعلى هيئة قضائية في العالم، ويصدر عن هيئة منبثقة عن هيئة الأمم المتحدة أيضا. وعلى فرض أنه مجلس الأمن لم يتخذ الإجراء أو لم تنصع إسرائيل إلى طلب مجلس الأمن الدولي، تستطيع جنوب إفريقيا أن تلجأ إلى الجمعية العامة وتطلب من الجمعية العامة فرض عقوبات على إسرائيل، وتحض الدول على مقاطعة إسرائيل دبلوماسيا، اقتصاديا، علميا. أهارون باراك من أكثر القضاة الإسرائيليين ليبرالية، لكن من أهم مواصفات باراك ومن يقرأ القرارات التي أصدرها باراك تدرك أنه يتحدث ليبراليا ويحكم بتمييز عنصري قاسٍ.